وقال المحافظ في الاجتماع مع رؤساء الوحدات الإدارية أننا مقبلون على عمل كبير جدا في المرحلة المقبلة على مستوى المشاريع البلدية والخدمية، لهذا لابد من المتابعة والحرص على تنفيذها بشكل دقيق من قبل شركات متخصصة وذات تجارب ناجحة. احنا مقبلين على عمل كبير جدا خلال الفترة القادمة، عمل بالبلديات المختلفة للمحافظة، وعمل راح يكون بالمشاريع المستقبلية راح ناخذ العمل بها بشكل كبير. يعني ميزانية السنة يعني الحمد لله راح تكون يعني إن شاء الله إذا انقرت راح يكون عندنا يعني فرص كبيرة للعمل والخدمة من خلال المشاريع تنتشر في كل المحافظة. فاللي أريده أنه يكون تعاون ويكون متابعة ويكون حرص. الآن إحنا عندنا معاناة، يعني كثير من الناس السيئين اللي هم يعني أقول خلّي أقول المقاولين السيئين الحقيقة هم دا يأثرون سلباً علينا وما يمشون بالاتجاه الصحيح، راح نستبعدهم. احنا سوينا دعوة لكل مقاول ان يجي ويقدم اللي عنده، واحنا راح نختار الناس اللي عندهم اعمال زينة والمعروفين في محافظة صلاح الدين باعمالهم. اما واحد يجي يتعلم براسنا فاطلاقا ما نسمح له.